طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم تفقد محافظ حضرموت مبخوت مبارك من ماضي حملة فتح الشارع البحري المقابل للمعهد الصحي بحي ابن سيناء بفوه وإزالة المنطقة العشوائية التي سطت على الشارع وأغلقت وطلع المحافظ على عملية فتح الشوارع بحضور ممثلي مكاتب الإدارات الحكومية المختصة وسمع المحافظ من أهالي المنطقة عن معاناتهم من السكن العشوائي بدون تصاريح رسمية ما تسبب في إغلاق شوارع رسمية وإلحاق إيذاء بالمواطنين. هذا ووجه المحافظ بمواصلة الحملة وإزالة العشوائيات مشاذداً على عدم التهاون مع أي شخص يلحق الإيذاء بالمواطنين ويغلق شوارع عامة. مؤكدا أن الحملة ستتواصل حتى إزالة كامل البناء العشوائي عن هذه المنطقة اطمأن محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي على الحالة الصحية للجرحى من الحادث الإجرامي الذي وقع الجمعة بمنطقة حول بمديرية يبعث ودعا المحافظ إلى إيلاء رعاية خاصة بالجرحى داعيا المولى تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل موجها بتكفل المحافظة للعلاج الكامل للجرحى وقدم المحافظ تعازي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لأسر وذوي المتوفين من آل المشجر جراء هذا الحادث الإجرامي مسنكرا الحادث المؤلم لنفوس بريئة نالها الغدر وهي تقف أمام الخالق لأداء صلاة الجمعة وسط جامع مدينة حول بمديرية يبعث ما خلف شهداء وجرحى منهم أطفال دشانها الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد ومعه مدير صحة زنجبار عبد القادر باجميل ومدير الرعاية الصحية الأولية علي منصور مخيم العيون بمستشفى زنجبار الذي تقيمه مؤسسة العون لمدة أربعة أيام وستجرى أو ستجرى فيه مئتي عملية للمياه البيضاء وعدد من أعمال جراحة العيون وعبر أمين عام محلي أبيان عن امتنانه وتقديره لمؤسسة العون لجهودها في مساعدة المرضى العيون وكذا تقديم الرعاية الصحية لهم وقال مدير صحة أبيان أن هذا المخيم إن هذا المخيم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الصحية في المحافظة وبمديرية زنجبار لتقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر فقراً كما ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد مع وكيل دائرة الشهداء والجرحى بمحافظات عدن ولحج أبين على سالم النوبة أوضاع واستحقاقات الشهداء والجرحى الحرب بالمحافظة. وناقش اللقاء آلية وخطة عمل مشتركة بين دائرة الشهداء والجرحى والسلطة المحلية بشأن توزيع الأراضي على أسر شهداء المحافظة والجرحى. وفق الكشوفات المعدة مسبقا والمصادق عليها من مكتب هيئة أراضي وعقارات الدولة وشدد الأمين العام على أهمية المساواة في توزيع الأراضي على كافة المستحقين وأهمية إعداد الدراسة المتكاملة لتوفير الخدمات للمخططات المعدة لهذا الغرض مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة الدعم والتسهيلات لإتمام العمل في هذا الجانب زار المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي جرح الحادث الإجرامي الذي استهدف مسجد الزيار بمنطقة حول التابعة لمديرية يبعث يوم الجمعة الماضية والذين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى حضرموت بمدينة المكلا وخلال الزيارة اطمأن العميد المنهالي على الحالة الصحية للجرحى الذين سقطوا جراء انفجار قنبلتين يدوية واطلاق وابل من الرصاص الحي في حادثه اجراميه غادره سائلا المولى العلي القدير ان يمن عليهم بالشفاء العاجل مشيرا الى ان الاجهزه الامنيه تجري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمه معبرا عن صادق التعازي وعظيم المواساه لاسر وذوي الشهداء السبعه الذين ارتقوا الى جوار ربهم اثناء تاديتهم صلاه الجمعه مؤكدا إدانته وسنكاره لهذه الحادثة الإجرامية الدخيلة على المجتمع الحضرمي المسالم دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي السلام أدوية تبرع أو تبرع من دولة الكويت الشقيقة وتنفيذ جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت واجاد الوكيل السعيد بتدخلات دوله الكويت الشقيقه الى الشعب اليمني وما تقدمه من خدمات تساهم في التخفيف من معاناه المواطنين مؤكدا بان هذه الادويه سيتم توزيعها لكل المستشفيات والمراكز والوحدات والمرافق الصحيه مجانا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المرضى كما دشن الوكيل المساعد لشؤون مديريه الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي العمل في مشروع الخط الرئيسي للمخططات الجديده غربي منطقه عيديد الى سوق الخضار المركزي بمدينه سيئون. واوضح السعيدي ان المشروع الذي تنفذه المؤسسه المحليه للمياه فرع وادي حضرموت يعد احد المشاريع التنمويه بوادي حضرموت الممول من حصه حضرموت من مبيعات النفط والذي يستفيد منه ابناء منطقه عيديد. وصليلة ومناطق قعوضة غربي القطن دشن مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية عدنان الشاجري في مديريتي صيرة وخور مكسر عملية توزيع كروت مواعيد الصرف للحوالات النقدية غير المشروطة لدورة الصرف الرابعة الرابعة عشر لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية والممولة من البنك الدولي وبتنفيذ صندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونسيف وأشار الشجري بأن عملية صرف الكروت ستستمر أسبوعا كاملا ابتداء من الأحد في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن داعيا المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية الالتزام والانضباط بمواعيد الصرف إلى ذلك دشن الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن بحضور مدير عام مديرية أحور العقيد أحمد مهدي العولقي ورشة تمهيدية للسلطة المحلية بالمديرية ضمن مشروع تعزيز قدرات المجتمع المحلي، والتي تستمر لمدة خمسة أيام للفترة من 4 ديسمبر إلى الثامن من الشهر ذاته، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويدية بشراكة مع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتستهدف الورشة التمهيدية مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي بمديرية أحور. ذلك للتعريف بطبيعه عمل المشاريع التنمويه والحيويه التي يتبناها الصندوق للقطاعات الاساسيه المتمثله في قطاعات الصحه والتعليم والزراعه وغيرها من القطاعات الحيويه والتنمويه وكيفيه اعداد الخطط المسبقه لها. كما تهدف الى مسانده السلطه المحليه لتفعيل مفهوم المشاركه المجتمعيه ونقل المهارات لتقييم وتحليل الاوضاع الداخليه واعداد خطط مجتمعيه. وتخلل الورشة مشاركات فاعله من قبل اعضاء السلطه المحليه ومدراء المكاتب التنفيذيه مبينين حرمان مديريه أحوار من اعمال المنظمات المجتمعيه اسوه بباقي المديريات في المحافظه. انطلقت في مدينه مأرب الفعاليه الرياضيه الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه من الجرحى والمعاقين. التي تنظمها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بتعاون مع مكتبي الصحة والشباب والرياضة وهي هيئة مستشفى مأرب العام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام وتستمر الفعاليات الرياضية لمدة ثلاثة أيام تحت شعار قادرون ويشارك فيها 160 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من خدمات مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل وتتضمن عددا من الأنشطة والمسابقات الماراتونية والشطرنج وكرة القدم وأشاد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي بهذه الفعالية الرياضية لما لها من أهمية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم وإبداعاتهم وإدخال البهجة في نفوسهم. مشيرا إلى أن اليوم العالمي لهذه الفئة هي مناسبة للفت الانظار عن احتياجاتهم وهمومهم واهميه تقديم كل الدعم والرعايه بما يمكنهم من تجاوز اعاقتهم والاندماج في المجتمع كاشخاص طبيعيين. اختتم بالعاصمه المؤقته عدن البرنامج التدريبي الخاص في حل النزاعات والوساطه المجتمعيه الذي نفذته مؤسسه افاق الشبابيه بدعم من برنامج الامم المتحده الانمائي وبتمويل من الحكومه الهولنديه. واستهدفت ستين مشاركا ومشاركه من اعضاء لجان الوساطه المجتمعيه في ست مديريات التفاصيل في سياق التقرير التالي ثلاثة أسابيع هي مدة البرنامج التدريبي الخاص بلجان الوساطة المجتمعية في حل النزاعات والوساطة المجتمعية والذي نفذته مؤسسة آفاق الشبابية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الحكومة الهولندية مشاركين في الدورة التدريبية هذه الخاصة بأعضاء أو لجان الوساطة المجتمعية ضمن مشروع الوساطة المجتمعية اللي تنفذه مؤسسة آفاق وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدورة طبعا تهدف إلى تنمية العديد من المعارف والمهارات الخاصة بالوساطة أضافت لنا مهارات رهيبة يعني كقياديات في هذا المجال أكيد الدورة ما قدش من فراغ أكيد زادت كمية الجرائم التي تحصل في داخل الشرط فهناك حاجة اسمها الشرطة احتجازية. هذه الشرطة الاحتجازية فيها ناس نحن ممكن نتعامل معهم في اليوم الختامي للبرنامج الذي استهدف مديريه الشيخ عثمان ودار سعد خرج المشاركون بمحددات كانت مستهدفه في هذا المشروع الذي يهدف الى اكساب المشاركين طرق كيفيه التدخلات في حل النزاعات تضمن البرنامج الذي استمر لثلاثة أسابيع متتالية مستهدفا ستون مشاركا ومشاركة من أعضاء لجان الوساطة المجتمعية في ست مديريات استهدفها البرنامج خلال دورتي بالتدريب هذا على حل النزاعات وحقوق الإنسان بجانب العدالة التصالحية هو استخراج المحتجزين اللي بالمحت... بالقضايا البسيطة مش اللي هي قضايا قسيمة وبيكون دورنا نحن كوسطاء ان احنا نحل هذه القضايا بجانب يعني وسطاء الوسطاء المجتمعيه اللجان المجتمعيه وتسهيل يعني تسهيل دورنا يعني بالجانب القضائي يعني بيكون بسيط دورنا احنا الى جانب الشرطه يعني بيكون مساندين لهم تخفيف الاعباء عليهم ناخذ دوره حول الوساطه وكيفيه التعامل مع القضايا الغير جنائيه وكيفية الوصول للحلول لأبسط الحلول حيث تطرقنا إلى عملية النزاعات ومراحل تطور عملية النزاعات وكيف يمكن لنا تحليل هذه العمليات وكيف يمكننا كوسيط أن احنا نحل بهذه القضايا شهد البرنامج التدريبي طوال مده انعقاده الى تنفيذ سلسله من المحاور النظريه والتطبيقيه التي تحاكي التدخلات المجتمعيه في حل النزاعات ودور الوساطه المجتمعيه في تثبيت دعائم الامن والاستقرار والسكينه بين افراد المجتمع. لقناه عدن الفضائيه وظاها الشليلي عدن. برعايه وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل وبالتنسيق مع السلطات المحليه بمحافظه عدن. دشن في العاصمة المؤقتة مشروع دعم السكن الطلابي للدارسين من مديريات ردفان والمسجلين في عدد من الكليات والمعاهد التخصصية بجامعة عدن بتمويل من الجمعية الكويتية للعمل الإنساني وعبر الشريك المنفذ بمؤسسة الجبل التنموية تحت شعار الكويت بجانبكم تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي أعده الزميل وضاح الشنيلي وكذلك من اتحاد تحت شعار الكويت بجانبكم دشن في العاصمه المؤقته عدن مشروع دعم السكن الطلابي للدارسين من مديريات ردفان بمحافظه لحج والمسجلين بعدد من الكليات والمعاهد في جامعه عدن. المشروع بتمويل الجمعيه الكويتيه للعمل الانساني عبر الشريك المنفذ مؤسسه الجبل التنمويه يتضمن تقديم الدعم ل 650 طالبا وطالبه من طلاب المديريه وذلك من خلال منحه ماليه لدفع ايجارات السكن الطلابي ولمده عام الى جانب توفير الاحتياجات الاساسيه للتغذيه على مدى ثمانيه اشهر. اليوم طبعا الجمعيه الكويتيه تعتبر ما قدمته اليوم في هذا المشروع يعتبر هو الدعم الاهم والذي نحن نسعى اليه منذ فتره كبيره فتره طويله طرقنا الابواب ولكن الجمعيه الكويتيه هي من قالت نحن لكم نحن ليد العون والحمد لله سبحانه وتعالى طبعا اليوم ندش مشروع الطالب الجامعي الذي هو ينقسم الى قسمين القسم الاول وهو تغذيه والقسم الاخر الذي هو ايجار مشروع التغذيه الذي يكون لمده ثمانية اشهر طبعا والايجار يكون لمده سنه كامله نتقدم بالشكر الجزيل للجمعيه الكويتيه للعمل الانساني الذي تقوم باداء هذا المشروع حفل التدشين الذي شهد حضورا رسميا وطلابيا واسعا، تخلله عدد من الكلمات التي عبرت في مجملها على اهميه دعم هذه الشريحه من الطلاب، وذلك من خلال توفير اهم الاحتياجات الاساسيه في السكن الداخلي لهم، وبما يمكنهم من الاستمرار في مواصله التحصيل العلمي وتحقيق النجاح. كوني ممثلا للاتحاد طلاب رجفان عدن، نشكر اخواننا في جمعيه الكويت أرضا وإنسانا على الاستجابة إلى دعوتنا بالتنسيق مع اتحاد طلاب رجفان إلى إنشاء مشروع مشروعي التغذية وكذلك مشروع الإيجارات ليضم أكثر من 5 من 59 عزبة وكذلك 54 عزبة للإيجار. والجمعية الكويت التنموية للعمل الإنساني على ما تقدمه لنا من الدعم في هذه الظروف القاسية توفير المناخ الآمن للطلاب الدارسين وخاصة الطلاب القادمين من مناطق بعيدة لطلب العلم ومواصلة تعليمهم الجامعي هو الهدف العام لهذا المشروع الذي استهدف في هذه المرحلة اتحاد طلاب مديريات رتفان وهو جزء من مشاريع تنموية تستهدف قطاع التعليم الجامعي يمولها الأشقاء في دولة الكويت بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع خدمية في عدة مجالات لقناه عدن الفضائيه وضاح شليلي عدن بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه النشره المحليه قدمناها لكم من قناه عدن الفضائيه نلقاكم في النشرات القادمه انتم في رعايه الله.